كما كانت طاقتك في جيجاش قوية نسبة قليلة من الأرباح يا إخواني ودائما ضع استراتيجية يعني نعم ضع استراتيجية لكي تربح منها راه الربح من الإنترنت لا لا يقتصر على المشاهدة فقط يجب عليك وضع استراتيجية وخطوة بخطوة هكا سوف تحقق مدخول يومي أو شهري أو أسبوعي صراحة هذه الشركة صراحة والله يا إخواني الحمد لله مثل هذه الشركة التي تعاوننا نعم تعاوننا جدا جدا إخواني الحمد لله عليها نعم خطوة بخطوة ركز معي جيدا وإن شاء الله سوف تفيدك إن شاء الله يا أخي وسأريك استراتيجية لكي تربح منها في أقل مدة إن شاء الله عبر هذه الشركة سهلة جدا وسأريك جميع الطرق عبرها إن شاء الله يا أخي أولا طريقة طريقة التسجيل عبر الشركة معلقة ضغط على الرابط أسفل هذا الفيديو قم بصفقة تنبغي لك واجهة عبر الشكل التالي هكذا نعم تقوم بإدخال أولا تلك الكابتشا إذا أعطتك كابتشا سوف تنبغي لك هذه الواجهة هنا سوف تقوم هنا الاسم هنا اليوزر نيم هذا الاسم اليوزر نيم هو اسم تدخل به إلى الشركة هنا الباسورد ثم كتبت الباسورد هنا الايميل ثم إعادة كتابة الايميل هنا تقوم بوضع هذه الكابتشا ثم ريجستر وتقوم بالتسجيل سوف تذهب إلى الايميل الخاص بك الذي قمت بالتسجيل أه عبره وتقوم بعمل كليك تو يعني تاكيد انك قمت بفتح هذا الحساب وانت اصبحت فاتح حساب مع هذه الشركه وتعطيك خمسين جيجا مجانية يا اخوان نعم والرائع انه لا يوجد بها اي صيانه او شيء من هذا القبيل يا اخوان نو no يا اخوان نعم صراحه شيء شيء فوق الروعه وصراحه هذا هو الرائع نعم الكومودو احسن سيكوريتي في العالم اخواني هو الكومودو نعم شيء فوق المنتهى الروعه وهذه الشركه يوجد مقرها على ارض الواقع في تايلاند نعم كما دائما اقول وكرر اذهب الى الى الفيسبوك الخاص بهم وشاهد كل شيء وحتى في اليوتيوب اخواني نعم شاهدوا الشركات التعدين نعم هي تشتري اجهزه الاموال التي انت تعطيها انت وتقوم تقوم باستثمارها تقوم بشراء وحدات اجهزه تقوم بتعدين البيتكوين وتعطيك نسبه قليله من الارباح وتفرض عليك عقد نعم هذا هو الرائع عبر هذه الشركه الان ساقوم بالدخول مباشره الى حسابي وساقوم بسحب 3000 دولار وسأريك الطريقه اللي كي منها في اقل مده نعم كمستثمر شاهد هذه الحلقه ولا تبخل علي الا باللايك لايك لهذا الفيديو نعم لايك لهذا الفيديو ماذا ما ستخسر اذا لم تفعل لايك لايك لهذا لهذا الفيديو ان شاء الله سوف تكسب من هذه الشركه الكثير والكثير كما لاحظتم اخواني أنا اشتغل عليها اكثر من سنتين الان الحمد لله لاحظوا معي جدا ساقوم بالنقر على اللوجن عبر الشكل التالي هكذا ساقوم بادخال هذه الكابتشا ثم ساقوم بالنقر هنا عبر اللوجن وهنا قمنا بالدخول الى هذه الشركه نعم اخوتي هذه هي الشركه الحمد لله انظر هذه الشركه صراحه رائعه والله اخواني صراحه شركه رائعه هذه طريقه العمل عبر اذا اردت ان تشتغل عبر هذه الشركه فتابع معي هذه الحلقه لا تبخل الا باللايك لك هذا الفيديو نعم دعما منك يا اخي على العموم الحمد لله كل شيء الان ساقوم بالسحب انا 3000 دولار من هذه الشركه لاحظوا معي ساقوم بالداب اولا الى هنا ثم واقدر عبر الشكل التالي هكذا نعم اخوتي هذه هو السحب عبر هذه الشركه كما في الدروس السابقه لقد قمت بشرح التحديث الاخير التي قامت بها الشركه انها قالت ان الحد الادنى للسحب اصبح 0.05 عوضا عن 0.1 يا اخواني صراحه شيء رائع اذا كنت في اي بي سوف يكون السحب كذلك 50000 ساطوشي فقط هو الفخي نعم يعني اقتطاعات السحب اخواني صراحه شيء رائع هنا كذلك في الاس كذلك اخواني نعم صراحه شيء رائع عبر هذه الشركه وكذلك هنا في ال... عندما تريد سحب عملة اليونات نعم اليونت اخواني انظروا هنا كم سوف يقتطعون نعم سوف يقتطعون صفر واحد عبر هذه العملة نعم تدعم كذلك عملة اليونات لاحظوا معي جد حتى الان في منصة اليوبيت واحد اربعة واربعون صراحة استثمروا في هذه العملة صراحة شيء شيء فوق الروعة انظروا معي جيدا هذا هو الامر الذي اريد ان اقوم بسحبه الان الحمد لله لاحظوا معي جيدا لاحظوا معي جيدا الان انظروا هنا البارحة كان ثمن البيتكوين انظروا هنا 2700 دولار البارحة كان البيتكوين 11700 كانت اكثر من آلاف دولار هذه في الحساب الان هو انخفض الى الى 11 نعم 11 وانخفض كذلك سعره نعم لكن لا يهم الحمد لله كل شيء نعم انا ساقوم بسحب ذلك المبلغ نعم عبر هذه المحفظه الخاصه بي نعم ساقوم بعمل هنا كونفيرم عبر الشكل التالي سوف اتاكد من المحفظه الخاصه بي نعم هذه المحفظه الخاصه بي ساقوم بالنقر هنا هنا عبر الشكل التالي هكذا كونفيرم نعم يا اخواني وهو يقول لك قم بتفعيل هذا السحب يعني ساقوم بالذهاب الى الايميل الخاص بي وساقوم بعمل كليك تو كونفيرم لاحظوا معي جيدا نعم طريقه السحب من هذه الشركه هذا هو الايميل الخاص بي نعم لاحظوا معي جيدا يقول لي هذه الشركه اذا اردت ان تقوم بالسحب قم بعمل هنا كليك تو كونفيرم يور واش دراوي اخوانا. ساقوم بعمل عبر الشكل التالي هكذا نعم كليك عبر الشكل التالي هكذا نعم لاحظوا معي جيدا وقد تم السحب بنجاح يقول لك ان الشركه سوف يتم السحب في 24 ساعه ساقول لك لا يا اخي السحب يتم فقط في اقل من ثلاث وساريكم سأريكم عبر المحفظه الخاصه بي في الكوين بيمنت ولاحظوا نعم الان سنتطرق الى شرح كيف يمكن البدء العمل عبر هذه الشركه كيف يمكنك تحقيق مبلغ كبير في اقل مده ان شاء الله وانت مسؤوليك صاحبي عبر هذه الشركه لاحظ معي جيدا كل شيء الحمد لله نعم الان سوف نقوم بالذهاب الى هنا الى تالي هكذا نعم يعني الشراء مثلا هذه الشركه تقول لك لديها عقود ثلاثه ثلاث اشهر ست اشهر سنه ثلاث سنوات 15 سنه هنا اللايف تايم يعني مدى الحياه اخواني واذا اردت ان تحصل على وحده اشجيكاج كبيره يعني عليك دائما اعاده الاستثمار عبر هذه الشركه يعني الارباح تحصل عليها قم بهذه استثمارها مثلا مثلا سوف نقوم بشرح لي كيف الشركه مبلغ كبير ان شاء الله عبر هذه الشركه مثلا في مده أشهر على اشهر على سبيل المثال نعم يعني على سبيل المثال سته اشهر او سنه او ثلاث سنوات اما 15 سنه او لايف تايم يعني عليك الدفع لهم عبر عمله اليوناتي يا اخوانا عبر هذه العمله التي ساقوم بشرحها كذلك يا اخي نعم كمبتدئ نعم لاحظ معي جيدا مثلا نحن نريد في ستة اشهر نعم ربح في ستة اشهر انت اختر المده التي اردت انت نعم على العموم نعم مثلا انا اريد ربح 50 دولار في اليوم او 3 دولارات او 10 دولار او اي اي مبلغ اريد ان اقوم بربحه في اليوم مثلا انا اريد ربح 50 دولار في اليوم نعم مثلا على سبيل المثال 50 دولار 50 دولار اقسم لكم يا اخواني راه لن تحصل عليها كمشغل في اليوم مشغل في اليوم تشغل عند شركه او شيء من هذا القبيل لن تحصل على 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 هذا المبلغ نعم لن تحصل على هذا المبلغ في حياتك يا اخي عندما تشتغل عند اي 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 مشغل او اي شركه لن تحصل على 50 دولار في اليوم نعم ليكون في علمك نعم لاحظ معي جيدا مثلا تريد ان الحصول على 50 دولار في اليوم 50 دولار في اليوم ثمنها بالبيتكوين هو هذا اخوان نعم وهذا اخوان نعم ثمنها بالبيتكوين تقوم بجلب الحاسب لكي احسب لكم التفاصيل الخاصه عبر هذا الاستثمار او هذه الاستر استراتيجيه اللي كتحقق منها مبلغ هائل في ستة اشهر نعم لاحظ معي جيدا نعم اخواتي نعم هذه هي الحاسبه الخاصه بنا مثلا انا اريد ربح 50 دولار في اليوم 50 دولار مضروبه في 30 يوم كم تساوي تساوي أخ... 1500 دولار 1500 دولار في مده شهر يعني واذا ارتفع سعر البيتكوين كذلك سوف ترتفع الارباح الخاصه بك سيريكم طريقه نعم ان شاء الله نعم انظر هنا مضروبه في ستة اشهر نعم في ستة اشهر عبر الشكل التالي هكذا نعم كم تساوي تساوي تساوي, تساوي. في ستة اشهر 9000 دولار 9000 دولار وانت كم دخلت عبر هذه الشركه هذا هو المبلغ الذي قمت بالدخول به هذه الشركه نعم عبر الشكل التالي هكذا نعم 5391 دولار اخواني يعني ربحك الصافي نعم ربحك الصافي هو 4390 دولار اخواني ربح صافي اليس هذا ربح انا صراحه نرش الى اخر انت قم باختيار اي مده ثلاث اشهر شهر سنه مثلا كمبتدئ وتريد تطور نفسك قضاء المستطاع دائما اقول لك اذا اردت ان تشتغل على هذه الشركه راه لن تتيح لك فرصه السحب الا بعد الاستثمار ولو لو ولو اشتريت فقط 20 جيجا عبر عبر هذه الشركه نعم لاحظ معي مثلا انت تريد الاستثمار عبر عملات اليوناتي اخواني نعم مع مثلا اليونات الكاش 20 جيجا ب 12 يونات اخواني او اشتري اي اي مبلغ اردت يا اخي نعم اولا عليك قبل ان تعطيهم هذه هذه ال... هذه هنا عبر الباي عبر الشكل التالي هكذا مثلا تريد اشتري فقط 20 جيجا او 100 جيجا او شيء من هذا القبيل مثلا <applause> الاوركسترا الباي عبر الشكل التالي هكذا يتعطيك هذه الواجهه نعم هذه الواجهه عبر الشكل التالي هنا, هنا يقول لك عليك الدفع لنا اذا اردت ان تشتري في مده الله يفهم يعني مدى الحياه او 15 سنه عليك الدفع لنا بعمله اليونت نعم لانه هو يقوم بدعم هذه العمله كي ترتفع ان شاء الله لذا اقول لك استثمر عبر هذه العمله نعم مثلا عليك الدفع لنا 12 يونت اخواننا نعم. في هذه في هذه الادرس سوف تذهب الى المحفظه الخاصه بك نعم في اليوبيت نعم تذهب الى الواليت ثم تقوم بعمل ديبوزيت ديبوزيت في البيتكوين يعني عوضا انك سوف تدفع لهم البيتكوين في مباشرة إلى الشركة سوف تدفع سوف تدفعه هنا سوف تقوم بشحنه في الحساب الخاص بك نعم تذهب إلى نعم أخي تذهب إلى والد وتقوم بعمل ديبوزيت وسوف يعطيك ادرس في هذه في اليوبيت وستقوم بشحن لهم البيتكوين عندما تقوم بشحن لهم البيتكوين يعني مقدار المقدار الخاص بك مثلا انت تريد مثلا سوف تجد البيتكوين الخاص بك هنا مثلا 002 صفر صفر او 002 صفر صفر لاحظ ما يجد مثلا سوف تشتري انت 15 يونات اخواني نعم عبر الشكل التالي هكذا ساريكم اياها يونات نعم عبر اليونات اخواني نعم عبر الشكل التالي هكذا مثلا انت انت تريد شراء 15 يونات اخواني ثمنها بالبيتكوين هو هذا اخواني نعم لاحظوا معي جدا طبعا ثمن قليل جدا اكثر من نعم 22 دولار اخواني نعم 22 دولار سوف تشتريها نعم عبر الشكل التالي الباي وتذهب الى المحفظه الخاصه بك يعني سوف تجدها في الواليت نعم في الواليت الخاص بك وسوف تقوم بجلب هذه الادريس عبر الشكل التالي هكذا كوبي وقت تذهب الى المحفظه الخاصه بك يعني المحافظ التي انت اشتريت بها وتقوم بعمل ويت دراو يعني سوف تجد هنا في الواليت الخاص بك سحب سوف تجد الويت دراو والدب بعمل ويت دراو وتعطيهم المال يا اخي نعم ذلك انه 15 يونيت او 12 يونيت اللي تريد الاستثمار عبر هذه الشركه يا اخواني نعم واي تساؤل انا في الخدمه نعم اذا لم تعرف اي تساؤل يا اخي فراسلني اما عبر الحساب الشخصي الخاص او عبر الصفحة الخاصة بك ان شاء الله نعم. نعم اخوة تعال عمو واذا اردت الاستثمار عبر الطريقة فانا انصحك بالبيتكوين من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات اخواني لا يخسر المده التي تريدها أنت صراحه شيء رائع تقوم بان عبر اذا اردت الدفع لهم عبر هذا المبلغ كما شرحت تقوم بعمل هنا باي عبر الشكل التالي هكذا وتقوم بعمل كوبي لهذه الادرس وتقوم بدفع لهم هذا المال عبر هذه الادرس وان تقوم بالاستثمار عبر هذه الشركه حاول يا اخي حاول خطوه بخطوه اشتري فقط 20 جيجا وعندما تريد السحب اشتري 100 جيجا دائما دائما قم بتطوير نفسك لكي يصبح لك دخل عبر هذه الشركه خير من ان تذهب ان تشتغل عند شركه او او شخص يقوم بتشغيلك من الثامنه صباحا الى السادسه مساء وفقط يعطيك في الشهر 200 دولار في الشهر شهر 200 دولار شيء لا يعقل يا اخي نعم هذا هو صراحه هذا هو الاستغلال بعيني اخي فصراحه لكي نرتقي وان شاء الله والحمد لله على كل شيء الحمد لله على مثل هذه الشركات التي توفر لنا مثل هذا العمل عبرها نعم وفي المنزل الخاص بك يا اخواني نعم كشغل ثاني انا لا اقول لك لا اقول لك قم بتعوي على هذه الشركه لكن قم بوضعها كشغل ثاني و كشخص لازال في الدراسه قم بالعمل عبر كذلك ليتوفر مدخول يا اخي نعم هكذا الحمد لله نحن لسنا باغنياء او من القبيل فقط نكافح ولكي نصل الى دخل يومي او شهري ان شاء الله يا اخواني خير من ان اشتغل عند شخص او شيء من هذا القبيل في المستقبل يا اخي نعم الحمد لله كل شيء هذه استراتيجيه الربح على الانترنت اخواني دائما خطوه بخطوه للنجاح لا لن تاتي لن تاتي اليك الاموال هذا منثورا عليك العمل يا اخي نعم عليك العمل خطوه بخطوه نعم دائما الاستثمار يعني نعم هذا المبلغ الذي وصلنا اليه الحمد لله دائما إعادة الاستثمار يعني الأرباح التي أتحصل عليها أقوم بسحبها ومن ثم أعود أشتري من وحدة الجكاش نعم على الحمد لله الكندية شرحنا لشركة لشركة كريبتو فارم إخواني صراحة شركة رائعة رائعة جدا إخواني مقرها في تايلاند الحمد لله صراحة شيء فوق الروعة نعم أخي الآن شركة إثبات السحب الخاص بي عبر هذه شركة كريبتو بطومينينغ فارم لاحظ معي جدا نقوم بالذهاب إلى هنا نعم لاحظ معي جدا هو إثبات السحب الحمد لله انظروا في المعالجة إخواني الحمد لله قد توصلت به نعم بهذا المحفظة الخاصة بي نعم الحمد لله واتمنى من صميم القلب ان هذا الشرح يقوم بتحريك فيك بعض الشيء بداخلك يا اخي لكي تنوض من من المشاهده وتقوم بالعمل عبر هذه الشركه اخواني والله اخواني لا كما حب الخير انفسنا الغير كما متربين عليه حتى اذا لم تعرف اي شيء فقط راسلني عبر الحساب الخاص بي اخواني او عبر الصفحه الخاصه بي نعم اعلموا نحن الحمد لله